الاقتصاد في دقيقة، أهلا بكم. انخفض سعر صرف الدرهم مقابل اليورو بنسبة 0.4% وبنسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة من 29 من غشت الماضي إلى 4 من شتنبر الجاري، فيما تخطط المحفظة الاستثمارية لمشاريع مؤسسة التمويل الدولية في مصر ملياري دولار في مختلف القطاعات. وسجل القطاع الخاص في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى إسهام في الاقتصاد السعودي تاريخيا، حيث وصلت حصته إلى 49% من الناتج المحلي الإجمالي الخام بالأسعار الثابتة. وتتوقع الإمارات العربية المتحدة أن تستقطب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، ما يناهي 27 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2031. وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي بعد قرار بنك إنجلترا المركزي خفض الفائدة عن أعلى مستوياتها منذ 16 عاما. إلى اللقاء.